السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتي قناة لايف دوف دوكز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الليش وازاي تدرب الكلب على انه يمشي جنبك بالليش. طبعا امر هيل من الاوامر الكويسه جدا والاساسيه في تدريب الكلاب، ولازم ان انت تعود الكلب ان هو يمشي جنبك لما تكون ماشي في الشارع او ماشي في اي حته، لكن كل حاجه بتبقى محتاجه شويه خطوات وشويه معلومات علشان تقدر ان انت تتعامل مع الكلب بتاعك وازاي تعرفه ان هو يعمل التدريب ده بالشكل السليم. في خطوات بتعملها في الاول علشان الكلب يتاهل ان هو يقدر يمشي جنب رجليك من غير ما ينحرف كده يمين او شمال، يبقى بعيد عن خطواتك. الخطوات دي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض، لكن كل حاجة طبعا لما بتبقى باستمرار والتدريب بيكون باستمرار مع الكلب بيبدأ ان هو يعمل الامر بالشكل المظبوط جدا ومش بيخرج عن خطوات رجلك، وبتلاقي التدريب جاب نتيجة. لكن في ناس بتبقى عندها فكرة ان الكلب مجرد ما بتعلمه الحاجة المفروض ان هو يتعلمها في نفس اليوم ويبدأ بعد كده ان هو ينفذها على طول. لا، الموضوع غلط. المفروض ان انت بالتدريب دايما طول فترة حياة الكلب، طول ما انت بتدربه وطول ما الكلب بيكون كويس في اداء الاوامر اللي بتطلب منه، لكن مجرد ان انت بتأهمل في تدريبه هو كمان برضو بيبدأ ان هو يبقى تنفيذه للامر يبقى صعب وبطيء. تعالوا هنشوف ازاي علمنا جرو المالينوا جاكس امر هيل او ماشي جنبك بالليش. تعالوا نشوف. الخطوة الأولى في بداية التدريب زي ما احنا شايفين كده انك لازم تعود الكلب انه يقعد جنب رجلك الأول، يعني يبقى أمر ست ده يكون جنب رجليك. وده هيتم ازاي؟ ده هيتم زي ما احنا شايفين كده ان يكون في ايدك مكافأة وتبدأ تخلي الكلب يلف مع ايدك زي ما احنا شايفين كده، وتحاول ان انت تظبط قعدة الكلب ان هو يقعد جنب رجلك. تبدأ ان انت تغير خطواتك برضو بحيث ان انت تأكد عليه ان انت كل حركة انت بتحركها انا عايزك تيجي تقعد جنب رجلي زي ما احنا شايفين كده. انا بدأت اتحرك بالجنب بحيث ان هو يجي يقعد جنب رجلي. الخطوة دي من الخطوات المهمة جدا جدا في تدريب الكلب على المشي جنب رجليك. الخطوة التالتة بعد ما بيكون الكلب بدأ ان هو يفهم بقى ويعرف ان انت عايزه يقعد جنب رجليك، انك تبدأ تلف بيه وان هو تخليه يلف معاك في كل خطوة، وما تتحركش بسرعة قوي علشان برضو ما تشتتوش، لان هو لسه في الاول طبعا مش هيكون تركيزه عالي جدا، لكن بالتكرار والحاجات دي كلها بتساعده ان هو يبقى تركيزه كويس. زي ما احنا شايفين انا كانت الدايره لو دققت في اللقطه اللي فاتت هتلاقي كانت الدايره كنت بلف في دايره صغيره وبعد كده ايه كبرت مساحه الدايره شويه. انت بقى ايه يعني في التدريب علشان هنخرج كده، انا لو كبرت المساحه اكتر من كده اخرج بره شاشه الفيديو، فايه هتطول انت المسافه تكبرها كل شويه تكبر المسافه لحد لما تلاقي الكلب بقى بيمشي جنب رجليك على مسافات طويله. الخطوة الرابعة هتركب بقى الليش للكلب. لو الكلب عندك بيتضايق من الليش، انا عملت الحلقة اللي فاتت عن ازاي تعود الكلب على الليش علشان ما يبقاش متضايق منه بحيث انك تقدر تمشيه بيه، هيظهر لك فوق عنوان الحلقة لو عايز تشوفها اضغط عليها واتفرج عليها. زي ما احنا شايفين كده انا بمشي خطوات وبعد كده ببدأ ان انا اقف بحيث ان الكلب يقعد مجرد ما اقف زي ما احنا شايفين كده. هتبدأ انت برضو تعمل نفس الموضوع ده. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تظهر معاك في الحركات دي؟
زي ما انت شايف كده ممكن تلاقيه سبقك خطوة، هتشده من الليش يحاول يطلع قدامك وانت ماشي. كل الحاجات دي انت بتبدأ ان انت تعدلها في كل خطوة انت بتمشيها مع الكلب، وتشوف هو بيعمل ايه وانت ماشي. هل بيسبقك؟ هتبدأ تقف وتحاول ان انت ترجعه ان يقف جنب رجليك، وبعد كده تبدأ تمشي تاني. لقيته بيطلع قدامك برضه هتقف وترجعه يقعد جنب رجليك، وبعد كده تبدأ تمشي تاني. بيتنطط وانت ماشي، تلاقيه بيتنطط كده على ايدك زي ما احنا شفنا كده في لقطة اللي فاتت. هتبدأ برضه ان انت تقف لحد ما يقعد جنب رجلك، وبعد كده تبدأ تمشي تاني. وكل ما يمشي معاك بقى خطوات مظبوطة تبدأ برضه ان انت تكافئه، بحيث ان الكلب يتعلم ويفهم انه مش بياخد المكافأة دي غير لما بيعمل الحاجة المظبوطة. الخطوة الخامسة اللي هتضيف فيها سيت وداون، بحيث ان انت لما تكون ماشي واديت للكلب اوردر سيت او داون تلاقي الكلب ينفذ على طول زي ما احنا شايفين كده. الخطوة السادسة، ودي مغريات الطريق. طبعا وانت ماشي في الشارع اكيد هيقابل الكلب مغريات في الطريق، سواء بقى هو بيشمشم على حاجة، اي حاجة بتعدي من قدامه. زي ما احنا شايفين كده انا رميت له عضاضة وهو انتبه لها جامد وعايز يروح عليه. كل اللي انت بتعمله لما بتلاقي الكلب بدأ يلتفت انتباهه لشيء، بتبدأ ان انت زي ما احنا شايفين كده بتشده من الليش بنتشات كده، تحاول ان انت ترجعه عن الحاجة اللي هو عايز يروحها. النتشات دي هي في الاول اكيد هتضايقه، لكن بتوصله ان انت مش عايزه يروح للحاجة دي ومش هيروح الا بمزاجك. هتفضل تكرر معاه، شوف هو رغم
اللي انا بعمله معاه، لكن هو عنده اصرار ان هو يروح للعضاده اللي اترمت في الارض دي، وبيحاول ان هو يشدني، لكن انا بديله برضو امر ست، وببدا ان انا كافئه عشان قعد وسمع الكلام، وهبدا برضو امشي بيه، واحاول ان انا اعرفه ان انت مش هتروح للشيء ده الا بمزاجي انا، مش بمزاجك انت. هو لما هتوصل له المعلومة هيبدأ ان هو يتحرك معايا عادي ويقعد عادي. ومش هيروح يمتها خالص، لانه هو عارف ان انا مش عايزه يروح. زي ما احنا شايفين، هو بدأ ان هو يركز معايا ويفهم ان انا مش عايزه يروح للشيء ده الا لما اقول له انا. وهنا بقى هبدأ ان انا اديله اوردر انه يروح للشيء ده علشان يكون مكافأة له. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب نكون استفدنا بالحلقة دي، واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.